يا أمة التوحيد، 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 يا خير الأمم، خير الأمم، لا تعجلي بالحكم في شأن القيم، شأن القيم، سلفية الإسلام أصل أصوله، أصوله، ومحمد ورجاله فيها القمم، فيها القمم. الله يعلم أننا لم توحيد وهلك لقبل أبدين تن توحيدك بلشك استو انحرافته او ويعته او قلوع قلو قلوع ماشو دونها كقلو اريقا وفيرسو قلوع ماشو دونها كقلو وهلك لغا بلابو سواشا يسوي دين تلا وحيته دات كاس رسوشو اتمي ما يسكو وضا بروبلم باي هاي حلقا يبعين داتكو يده دان ان ولي بردل يرادا وحوقا قردقات dadka kan mushkilad in ijtimaaciya haysata mushkilad siyaasiya haysata mushkilad dhaqaale haysata wadaaduna wuxuu bayleeyeen tawxiidka hal sax ah la ilaaha illa allah iyo meelahaas ma ka warramaysan war dadka dhibtooda wax ka xalila waxaan leenahay waa wax ma garato inkastoo bugaag badan af ingiriisi akhri waa wax ma garato حقو وحما قركته كي هي وحو كم موجي هي تاريخ ده بني آدم كي دوني دو صامرتي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاسكديب وحان عاو مرتي نوع مغالا ذن بورما مسجد كموين كويالا سنتر كمغالا مسجد أبو هريرة وحين أقوم مرتيا الشيخ نوين الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون حفظه الله وأغني عن التعريف أينان كشكينين أما أينان ضد كبرين محايا لي المعرف المعروف لا يعرف عدي لا يقان لما سي تعريفيه وحين وما هدنا قينا شيخا سو اجيبي دعوتي اي وفديديان ولا لها قار كميدا او جمعيه نور الاسلام اخونا جمال يتيم كيس لا شقيا ايا شيخا استضافه معنا وحويان وفديي ونا سؤال جيب شيخه جزاه الله خيرا مركا كلمة دام محاضرة ذو حي كساب سنان دون تا عوان كذو حنقن دونا أهمية التوحيد التوحيد كي أهمية دولية مركا شيخ مصطفى حفظه الله وحد قبرتين محاضرات نوعية كالدوانة كوا مواعظة ووانوينة أو معنى وحويان مواضيع بدن الله حريدا معنى مواضيع الإسلامية فرها بدن أما قصاب سناتو حق توحيد كي عقيدة دا أما قصاب سناتو مواضيع كلا كلا دوان وبدن وتاريخ دا إيو فلسفة دا إيو أفكار تاع عصب إيمان تاع الدنيا دا تالا وشيخ وح بدن حقيقة مدو دوري لباتن سنادو دا محاضرات كيسة وجهد ليي أردنا عانا الشيخ وحكي هاي فيلسوف أما فيلسوفر وحلو يقانو
مركا إن بدن بين المحاضرات شيخ كده جاي سنة يو تاس ننبا وما تعرفينه يو شيخ يي إذن كيان إذن كلا بحضانا فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شارك وين الشيخ ويقال لي وان قاعد ردارنا يا مرق الكويت. يا اخاف وان قاعد سنين انا مبوحين كريم. مرك اللباد وحنو مالين يدل يردو ان يوضي يدي دين ملاي فلسطين. ويا وحنا ركيا هون ضد مدح مدو. الله يدوك وانفعو. امين. إن كلمة عاوة ورندونا وأهمية التوحيد مضنان وليه هي التوحيد توحيد هو شهادتين ولا إله إلا الله محمد رسول الله أرى يقاسي والدين توردن وشعار الدين الحق دين تردبطة شعار كذا ما استانتيد أبو حين أوران كرنا وإسلوغن سلوغن إسكا وحالي دا شعارات كان لتاقو اللغو سوق قابيو معنى بلادن هديون إنون إسلام لس أوران لها إريكو كوبا إريكا سويا إريكا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي دين تاريكو كوبا حتى أركان الإيمان كمركا إبنو يقنو الإيمان بالله مركي نرانا وحد دمبورنا سجل الله إضافينيا الإيمان بالله أنت دمبوا وملائكته وكتبه ورسوله وباللقائه أو باليوم الآخر وبالقدر خير كلها وإضافات له لا إضافينيا سبحانه وتعالى لكن أصلكم والرمين تعالى سبحانه وتعالى علماء دي هؤلاء وحيدون كن توحيدك وحلا إلى هذا العلم بالله والعمل لله إلهي قد قرطه وأدقون ويالطه فاعلم أنه لا إله إلا الله الله قد قرطه سبحانه وتعالى إيقر الشداس وقد كل غنته وحي شيريس إلهي درت هذا حصم يسو علماء هذا بركوه دو حيورين كرين وكي تعريفين أيام توحيد كوى الله بأوه وتوحيد المعرفة والإثبات هي توحيد القصد والطلب وتوحيدك معرفة أما قرشدة هي سوغيتانك الله سبحانه وتعالى هي توحيدك أعماش وحي أديك كاتك ينت حق الله ولا قصده هذا لا تكتب علماء دبروا حارك الدونتان يقول إلى هذا توحيدك وثلاثة أقسام وتوحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وحاصر دمي وتقسيمات علمية وأنين لسورد ويو تقسيمات لوسمية هذا ترى هذا وامد يا هذا ترى والله يا هذا ترى وصدح معنوه هل من بعد وده شيء جيسة وإلهي برشديسة يوحي عمل كاسو فلا يواد إلهي سبحانه وتعالى كلجي هو جهده أما كلجي أضل قبطه يعني والله بدأ قيبه بدأ قيبه وحوي وحي سجى كيمي إن ترميسي وحي سكوا شيء غيبنا وحويا وحي أدق فعله كاتجية حق الله قبنا يا إن تكلي ولت ما دي داي صلاة يا داي صون يا داي زكاة يا داي وردي تي وعكس لو قبنا يسو حق الله دو سمين سين تكلي لا قصدي دو وحي حق سكي من إن تسيدو دو رميسو معناها بلادنا إلهي وحو قدورتي أريقا أهل لا إله إلا الله أريقا معنيه يسو وإله حق لغو عابدا إله هو معبود وعيد العابده سنم هالنقضة وحد دون هالنقضة وحك سوى العابده وإله إله حق لغو عابدا مجرى اللم وياني وكي أريقا إلهي قرآن كسوى الشرح ياليه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى كورن با إلهي إليه كإلهي سكرنك تيها وديس وحاي نفتي سودانته
هوديسا ما وحي نفتي سودونتو كي إله كدكتي قرآن كان وحي إلهي كتل ماما يا رسول شوح اللغو صادري دمان تودينو يا ريقاي وحي إلهي الرسول صادري أردن ونصوص تحديث كي كشك توصد أحبالي النوري طبعا وحي النبي الله صادري أردن وبالي النوري الله باطن كن أحاديث تغاركوت كتل مامت وحردم إريقان بيوذي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحيان الرسول صادر ما وحي الدظهر ويديب إلهي إليه ما وحن ويالي عدك لو لعابدان اللهين أما وحي هذا الرسول كاهري وحنسه وحي يدوك صادري أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هدبا إلهي وحي أدور تياري قال لا إله إلا الله لما أرنن لا رب إلا الله لا خالق إلا الله واسبوا صح صماها لكن إلهي وحي أدور تعيوانك الدين تنين ونغضم حي لا إله إلا الله أوام حي ومسألة أنت بدن بن آدم كمورك جليه طوائف تندم بها يرى إصابة حدا يهدمه يعني إلهي ويني دي سيكالي نما دي سيدوني دا أنت بدن مورك ما تشري تشري حتى إبليس وأباها شركة قرانك وحط المامين وفرميسي إلهين وربي إبليس لفتيس وإلهي واك قتل مامين إليه فبعزتك أما خلقتني من نار وخلقته من طين إلهي خالق الرميسي قال ربي فأنذرني إن ربي هي الرميسي قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض إذن ربي النماذي يا عزيز النماذي إلهي الرميسي هي هذا هو قال وايو عبادتي بك شريكي لك إلهي مركز وحليه سبحانه وتعالى وحان رسول صادري أردن وحان قصادري إريقاءه لا إله إلا الله صدر أدت مسألة وقبضان الدنيا مرنك كل جريوات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شير عاد وحان صادري با إلهي لي ولا الكود هودا وحانك يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وحيو جوابه أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وارما وحدنا ولطبي إن نؤلك كلقي عبدنا كلقي ووحيك لعبادها يقول لنا مكتقنا مصاصة لطبي بيلي انت سوى انت إنو ذكرنيني هذا بوحين لنا هاي توحيد كاسي وحو أهمية دي مضنان طوياش الرسول والبلوغ صادري الدعوة كستو إلهي صادري يدا وقب لا منطي ومفتاح أموفرها قفك بني آدمك أريقا قبصو وفرها دو فرمو وحكا دبايا إفدودي هدو فرمي واينا وحكا دبايا يدقي محار رسول شعرنا من هل كانوا قبل أبين ما يميلك لك قبل أبين تذكر نقالوا بهنا سياسات بهنا مشاكل اجتماعية كري مشاكلات كويت ربطنا بين آدم كايست قرآن كمركة تخرده إلهي قرآن كيسين بدن وحكا قول رمي تاريخ ده بين آدم كا وعضية ده قلين حرافات كا كو سياسي قران كو رميا كو نقالو كو رميا كو اجتماعي كو رميا كو اخلاقي كو رميا وحا صدبا اول سحيي رسول كستو لوو تلغلي انو صحا وحا ليدي وحا كبلودا توحيد درسي وعاوا ماشي اوو وينا مسودا وا ماشي تا مركا الى القران كو خو كولاي اسغو نبي نوح كو رميا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي نوح بن صادر خيبا إله إلا يتلقي الله صادري وحانوا يجري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلهي عابدة كالي عدك لولا عابدة ملك ديني. في سورة الأعراف أما سورة كالي القرآن كامر كاد أخرضه رسول كيوه الرئي هل كاسف كان بلا بالرسول ولمن أساس الشيء نبي الله هود بالا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي الله الصالح بالا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي الله الشعيب بالا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إلهي بوحلي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسول ولي بهالك أسكب بالعبد نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأهرس شكيل وختمي استنها لك أسكب بالعبد. حديث إمام أحمد يبي هقبه ورينيان ربيع بن عباد من بني الديل صحابي جاس أردن يرى وأن ولي إسلام أي وحيلي وحن صور رعي أبهي وحن نمبور السوق اللي إلى ذي المجاز عرفت السوق يا إلى هانتر تايس قلت ما دو حقوق على قدرته قبا يدا يا أفتح مدى يا قبائل كسوف أنا سوق أصار نمبور دبت أنا وحن ركبولي ووقت الجاهلية بولي رسولك عليه الصلاة والسلام وهض لا يضدك كله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وارضضوا لا إله إلا الله نها تفلحوا وقولي سنسا واللي باني ساني وضدك كصا أروريه ودبتنا نمبا دبس على بودي قرح بدن وإنها أشقرك يرى لحوله والله بضى في رضا تماها الله بما يلاتك قنت ضي عرفت ده وقت من داريين سنان دومر كانوا قنت ضي أنا وكالبي قاركو دو قنت انشرين ضفيرتان لبدا عالك قنت ضي أيها الضبا الصعودة أو حلاية هاي إنه صابئ كاذب وابانا للدين تيسي كنتك وابدع عليها دقي سنين أبو كدب لي يقول وأدير كي النبي محمد كورا هدي أدير كي أنت لقد ضبرني قم مشهد استكتبه وإلى هذا وبنتي كي يرى أنا واضح يرى وحبك بيش روح الشيء لي نبي محمد أدير كي بعد ضبا الصعودة دبتنا مشي واستاقه والدين كشيء قبا أدير كي بأو حلاية هاي إنه صابئ كاذب و دين تيسي متكتقي وبدعو لنقضي وكاذبة بين على أبهي بان ويدي يبو لي سحابي غي روح قولي أبا ننك ننك دبصع دواقمة وحيقولي وأديرك يا أبو لهب أبو لهب وأديرك يا أيا أكن دبصع دا حديث الشيخ الألباني صحيح بكت المامية هل أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل كاسو كبل أمر إسلام مركاسي عدي ودري صحابة سياهيد يوم لها كلا ودري وحكوا يلي هل كاسو كبل أمر هل كاسو مثلا حديث الصحيح بي الله معاذ بن جبل صحابي لورن شريبا وحكم ده الرق ويمن ودري النبي عليه الصلاة والسلام وحوشا جاي ماشى وتجي يمن وكتجي معاذ دتك الدجانين يا أهل كتابه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب دد أهل كتاب دو تجي سابويلي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وغيّت توحيد كأه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاويا هل كاكبل أو مكويلي هذا كا أقبلان صلاة الشيء هذا كا أقبلان يعني مركز النبي قوة تلت المامي ويحكى لو قبل لها وحن لنا مركز توحيدك وهلك الله قبل أبد الدين تن توحيدك بلشك استاء انحرافته أو وعته أو قلع قلو قالوا عماش ودونها كقالوا أرجعوا فيرسو قالوا عماش ودونها كقالوا وهل كلا قبل هذا سؤال شيء سوي دين تلا وحيته ضد كاس رسوش أتمي
مسكو وذا بروبلم باي هاي هل جاي بعدين ده كوي ده هذا إن ولي بدل نيرة ده وحوجا قد يقطع ده كان مشكلة إن اجتماعية هاي ستة مشكلة سياسية هاي ستة مشكلة نقالة هاي ستة وإذا تدنا وحب بيلين توحيدك الله صحيح لا إله إلا الله يوم ما لها سماك والرميسة وردتك نبتو ده وحكا حليلة وحن لنا واوح مقارته إنك استوى بقاك بدنا في إنجليسي آخره واوح مقارته حقوح مقاركته كي هاي وحكم موقي هاي تاريخ ده بني آدم كي دوني دو صامرتي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان قرآن وحكوت المامية تاريخ كوبان كونسايسا كوبان أكو سابسان انحرافاتك بلشوين كي قال الله عضي قرآن كو بلشوين كاو كورما يقاربا سياسة دهانو قال الله عضي فرعون دينين انتو ضدك حاقا هدنا لي محي أنا أهربكم الأعلى كورن ديكتاتر كاسي هالكو قاري انتو ضدو خطبة دايو أيو حب بلشوين تقول أيي أنا ربكم الأعلى بلشوين تكاك هالي حاشيه ده يملا وحلا ده قل هذا ده دولة ده أنك هاي ست الله هاي ستة وسيره ده يبار لمن نده يكون كأجل ده أي الله هذا وحري أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ده تي اللي سلسل نف ملأ وحكولة يهاي إله أنا أنك هاي ندين قرن ماي بلشداس ده كم ده بروح حكو حكومي إن أنا ويل دالين بحيث هكذا لا نلا لا يوم حدنا الرسول بالله صدر التوحيد كصحية قرآن حكى والرمية كوسنا مع عبدي نبي الله نوح بالله صدر التوحيد صحية قرآن حكى والرمية كوانا قالها خيام سميه تجارة قلدي وحكا سميه وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءه كوا صلى الله صدر النبي شعيب لكن حكم بلا بي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره مركان تاريخ القران كارغنو كوا لا صدر اخلاقيات كود اي دنتين نبي لوط كوي لا صدر حقي مشكله دو كجرتا مركا انا اجنا نبي محمد عليه الصلاه والسلام نبي محمد وحا لا صدر يدو دنيدو لبا دولدودا واويني كجيران عرب للكيدين توفي عن قعمها قميسي وكتشره بلاد الرافدين وبقان دجلة يماشان ومره يفراد يعراق للكا كان دي مدائن وبغداد اكتيدة بيرشيا هستي ورلوكي برواقة ده هاي عرب الهاي شام ورلوكا لو برواقة رومانسكا هستي كونفورتا يمن يقيبتا تن كونفورت ينلو البرواقة بيلهان شرتي iyag ana labada dawladood ee waaweyn ba ku kala loolamay oo marna habashida oo day dawlad masiixiyo ku xidhan dawladda weyna masiixiga ba qabsanaysa abrahaam iyo gruubkiisa marna kuwa beershiyanka qabsanayay oo nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu saabaxay debadan iyo kuwa saajoogay beershiya markaa haysatay idan arab mulkeedii fiicna wax haystay تعبير كعصب هذا المستعمله ده جميسية وحكلو تشري عدالة حمى خليج العرب أما جزيرة العربية وحي هين مال نولي بورن كيس وحود عصده ضعيفان وحبلا هين دمر وحبلا هين عدوى لبا دجال كتشوكتي هين وحي هين مال نرشو عدين طيب لما أرن نكبلو قضية عدالة عدالة الاجتماعية ما نشيدا لما أرن نكبلوا محي إن قضاياتك قوم النمضة يدتك أن الحرية لما أرن إلهي وحى صبر بلا ما تشرب وحي إني وحى تكبلوا ضا قضية التوحيد وحلنا مركة إلهي القرآن كمرك النعموي كون السيء شيء جنايا إلهي سبحانه وتعالى النعموي أنا آدو تربى ذنب ينسي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن بلو بلانتك لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول
انت اينو نقارنو مركا لا ايغو وا ميشا قره ان نولول كسورتا غلطي بل ان نولول بنا ادم و عنتنت اي كسورتا غلطي دبتنني استروفيزيكس سو قريا نعمه دولكان تاليه سدا بنا ادم كلوغه هبيي ايا و خيو يدي واحد مودابو دولكو انو يحي تايلر ميد فور مان مركا ادا دوكانكا كسو يبسطو waxa laga yaba gacanta intuu ka leegayay inuu sida currency to kala runta kaaga ba yaraado waxa suurtagal ah inuu dhaxda ka leegayo xagoosa kaaga dheeraado laakiin marka aad tolatay dawar walow tagto de meel kasto adiga kamida la fuurinaya dabeytana maracham kugu aba lagu tolaya wuxuu leeyahay dhulku iyo sida uu sameeyay kaunkan oo dhami waa tailor made for man bulay waxaad mooday in binaadamka loo tolay tamaanay ruux weeyaan baylay kaunka inuu naqaano isbeddel yar oo kasto ku dhaca xidigaha ka dhaco atmosfeerka ka dhaco dhulka ka dhaco isbeddel kasto oo ku dhaca wuxuu khatar ku yahay nolosha binaadamka baylay sidan ay tahay hadda ayay ugu qurux badan tahay inay ahaato ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka suurad buu kaga warramaya culimada baray u bixiyeen suuratu ni'am وسورة النحل سورة الليل هذا سورة إلهي وحو استبطى حيا وحن نمعلي نسيي بن آدم كينو إلهي أبوري نطفة مهينة إن لقى أبوري دبيتنا ولنعام خلقها لكم بلغ سيب لا بيا نعمو ليدا فردو ليدا نلك وحلين وسمي مركا صاحبنا إلهي وحو كورمي عرقا إيا نلكا إيا نجوم تن إيا حدقها إيا كواكب تن وسخرنا 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 با إلهي تلمامي سأل لي نقول تسخيري إنت إلهي وضب وضب ومركا دم بوحا لورنا إيا وحا إلهي وإنت عدو نعمة الله لا تحصوها با إلهي تلمامي إلهي نمعوين كيسي هدات ترسان مبكو بكرسان با إلهي تلمامي إلهي وحا صو نعمة مركو شاقنا إيا نعمة ووهر شاقنا إيا صورة دوامحي ونعمة التوحيد وحاصر مع امرك اللي تريني اهدك واد الهي وحكمت المام يا تامر الله فلا مرك الله صوت المام ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون بالله الي ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون الهي وحكم بلا بيا نعمه عين الهي ملائك سودجيه وحي وسو ديبي الهي امرك اي كسو دغين رسوش ايو يمادين محي ودان ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون كلمه التوحيد وهي علماء يدهدان مركا واكبر نعمه ديق الله بحيه وتوي بيدان ديق دي هو ايني الهي سبحانه وتعالى بن ادم كسي سدرد بن سفيان بن عيينه واحد الحفاظ حفاظ الحديث نكمده اما هو شيخ الامام الشافعي امام الشافعي علماء دي سنين كمده ايا وحو ليهي ما انعم الله على عبد من العباد نعمه اعظم من ان عرفهم لا اله الا الله نعمه كوين الى هي ادون مصين ان او بري نعمه لا اله الا الله الا بري فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إذن أيها الأحبة كلمة التوحيد وشهادة الحق أما الدعوة الحق وأبراء من الشرك قال لماذا لا قفوا قادوا إلهي وحط المامين أيتي أري قاد رادد بوح خلقي قالوا أبوري ابن رسوش الله صدري كتبت الله سودتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحلاني مسألة تاني وحق هدو سقمه حقوق دا كرونا ما يسقم يسو ما لها المركة ينوشوك نصيب عصر قدم به يمنيسم كوحن لينا هذا وصوت ربطي وحمق شان يدو ضدكو هيك ورميان حقوق دا دومركة حقوق دا عرورتا حقوق دا هويوينكا حقوق دا حولها حقوق دا انفايرمنتكا سو حاسو حقا ما مقشا يا هي هذاك ورميكا ما مقشا وليعتك ورميسا حق الهي حق الهي وحكا ورما بيد الرسول شواوح الله صدرين كورما حقوق دا كلي بن ادم كو كورما وحي كل سنتي على المغالبه
إلا كلا حق بطه مثلا حقوق الضمرك وحنا نذكر هذا حق الضمرك يربي لو كبط حق نينك إم قادين نين يجبره شقة وضد البدان أو qualification إسكا إسكو ميد نقدان جبر نمضى حق بطن يدا إن الجبر تحيب كهذا وين إسا حقوق ضا رجع الضمرك مثلا كل بقولادي حق بطة قولادا كلام هذا يدمر كحق بتانا ينك مكعان مركو ده ولا قدان إذا هو مغالبة وهردم نورالات بكل سنتي حقوقها كرادة من النوع إلهي حقي سهدو سبمه حقوق ده كرادة من أوتوماتيك بيو سبنتها قفك إلهي حقي سقرا وحقرتايا كدم بيا حقوق ده دم بأردن إلهي باقرايا إلهي باكوشيغي انفايرمنت وحقه كقولي حوله حقي كقولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإلهي لي وارنوا كان فسادين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت هيدي الناس هذا النقل يرتهي هذا التصحير تهي واحد دون طبها النغطة وبما كسبت هيدي الناس هذه حق دمر لك ورمي إلهي بك ورمي هذه حق عرهوران لك ورمي إلهي بك ورمي سورة اللغمان هذه إذن حقوق ذا كلنا من وحي سقمتا مرك حق كوات سقمه ولذلك باء بيض وحيه الرئيسة حق كوات معاذ بن جبل أي وحو نبي محمد عليه الصلاة والسلام معاذ إن اللي يرابوها سيدي سبب معاذ إنك استوى صحابة الرجع علم بدن وكمدها بل حديث قارقود يكوت المامي فقيها إبيي أعلم المسلمين بالحلال والحرام هذا نوح كل انتهي دوري سيدة جربة نبي قداشي انتو سيرنا ولا دوري سيدة جربة كل انت والرقي يقول دوري تمن جربة دا إسلامي بو كم بدها لنقوم في عن لبو هادينين شكور نين دالين يرأه أيو نبي محمد صور راعي والدمير صار نبي عليه الصلاة والسلام والدمير فوشا دمير يرع عفير لي راهدو يسنح قد ما كصفولة لبتنا نبي يو معاذ والدمير كوضا صار بو نبي قوحو يري والمعاذو يا معاذ بويلي معاذو تبت نسحابي وحول لبيك وسعديك يا رسول الله كأجيبه وكأقبل إلهي رسولك سيو أحب النبي هو مشيقين واسك الصعدين صاعد مركا يستعدين بو حدنا يلي يا معاذ سيدي سلق بصحابي وهو جوان نبي هو أحبه مشيقين والله اسك الصعدين صاعد حدنا مركا يستعدين بو النبي هو إيان علماء دو إلى هذا من علماء التربية وطريقه قفك لو تنبيهيه سي اوه ده لغا او نقضه وارتلو نبي وحن وشيغي يوام حي سو يرادو سي آي ارنت وودر يمين اي تاي وحن نبي وشيغي دونا وحوين او لو باهيين ومركز تحسوسنا دو نبي ومحوكو يلي اتدري ما حق الله على العباد معاذا وما تقعنا الهي حق وادومه سكولي حقوق ده اللي ما تقعنا بوي ديني يا نبي معاذا الهي حق سما تقعنا صحابة أنت بدن وحي قرن يعني وحنا قرن إنبا وحي ربي شرين نبي وعلمين وكرنيه ده بتنا وحي كل جواب شرين الله أعلم ورسول إلا هي الرسول كيساوك نبي عليه الصلاة والسلام كسور حقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلا حق الدومه كلية وإن كلج عابدان وأنا محي عدنا وشريك يالي هذا بقى أيها الأحبة وحين لأن كلمة التوحيد كما هي أري أفكار لغير هذا قرى وحويا وأري نلشى الدنيا هي نلشى آخرة بكو حرمت هذا يسد بالله قاطه ووحى أي شيء يسد دين تأي سلوغا كوطة الغرد قمه نلشى الدنيا ولا قولي سنية هذا يسد بالله يرى هذانا نلشى آخرة ولا قولي سنية أنت بدن دتك ويقانا نلاش آخره إن لقول إسنايا قرآن تندى وحكة تعالى كنا دمائي لقى حرام يالي محي هدي إله وشريك ياش إنه حرام كتاهي إنه جنة قلا الحديث بينه تآخره ننكة المامينا نمبال لكينا يا ابو نبقود عليه الصلاة والسلام دبتنا السقال إيه السقاشة سجلي سجلي هو فايلس
سقال يا سقاشن ديوان ومد ولي بمد البصري انت الى كارك تاكل جيدا يلا صور دقيا ودنوب وقلايا كان مكشة كان مكشة كان مكشة وحبا وقرريا مركز ساب نساك الله ساري وحلي وحصر وكام غن مياد كرميسا الى رسول كسي يوم ميبولي حديثك الصحيح والشيخ يا بطاقة كارد بالكينية اي كو قرنت لا اله الا الله محمد رسول الله كارد توحيدك لا اله الا الله يا يا اللي كينيا كارت كاسالا ساريا دبيتنا كارت كاسا كحوق بدنيا سجلات كي يودم بنبغو تلماو توحيد كي نيكا كان توحيد كو اخر وانا لكن مد نوكسونو توحيد دادو اسكو مد ماها سيد الله دواقو يا سيد اللوغو الرميسي يا سيد اللوغو النقبو اسكو ملكا بتشوغنا وايو احاديث وحي تلماميسا دا التوحيد كودو النار بينو قلو كتشوشي او كو جنة خرتك قلي وحكا لو احاديث تلماميسا قد توحيد كودو خفيف وكتشرو ذنوب تودا كلا انت بضاتي ولك عكري واي دا بيتنا النار تا انت قلان لغسوان نظيفين يو آخر كا مركا دا بي جنة سو قلي مركا وحن لين التوحيد كو هدو سنة بوكتشرو مركا كواد بو النار تكا ممنوعي هذه خلل كو يري جيرنا فوداي ددو كو جيرنا نارتا ان تكون وارتابو كا ممنوعيه اذا مكا وحين لين هدا التوحيد كله متو وخ الله با ان جنة غليسو اما حق هره كغل اما حق دم كغل هدا التوحيد كله متنا وخ الله با ان نار كبحايسو اما مركو هره با هغلين اما مركا دم بها لغا سو ساري اخر التوحيد كو قيمه انت هليك بكلي ادون غنا أدوك أنا وحن لأن يقيم كل شيء قيمة يو كلوردن عو كهاد المايا هل مدان تلمام يا قرا وعن تلمام يا إسبدل كنول ولد ويا نجوا حن نهاي ومضي بهاي سطه ودن كين ناي ندقني أما عالم الإسلام يوردن عالم الإسلام ما أنت بناء آدم ك حاجة دمك كتيرة وودن ندو ده أنت دجال وكصعده بل إلا قبيا بدجال توحيدين وكصعده ووددنودو انت ديبو دحو كسودو ووددنودو انت ظلمو كجيرو ووبدين دنيا كلنا وخبا كجيرا ووددنودو انت اوو بدري بنادم بلغو ديله وقت غار انه هدا جوغلو مشاكل هادو تربدن بايا الله هاله من السلام يوردن وهدنا وي توحيد سنه انا مخا كسي اه وكي ان نارته ود بتبادين بو ويي مجموع التوحيد كين اما هدو صح نقضه وحن لأنه هو طريق القصة حياة أنبيدي هرورة ما يقصة حضي لكن ضدكو انت بدن تصاله وحكو فهمه هذا بقى صدح تصاله بحيه مشاكل كعالم ككتيرة إيمي كتشوغا ككالي وحلقة يا بينا اعتراضو كوي مشاكل كاسحي النبيي هاي نمكن بيها بلان سلا رقم عهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كصلي النبي مشاكل كريسي وصحي النبي وعليه الصلاة والسلام يا صحابة ديس يقرني قال لباتنات نفس المشكلة اللي اسكد ديين لصحو لابد أصيب التشابنين عهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام عربي وحين نوران كرنا وحملان مشاكل دوني دا كتشرو دي موا كتشرين سيب الجزيرة العربية دل إيا دع إيا صخرة خمرة مثلا خمرة صوقانو خمرة دو وحي كم دا هايد عربتو دي صغير وعادية وعبي كتشرين كل جركة نقن كي كوب بيرتك نقن كي واحد كنقرانيسا قبي عربيت وقبل يدي هوري جاهلية ده انت بدل انه تشرين بالغي يابا الى ايو قبل يقوح الغفر فرطاف عربي قال صدح شيء خمر قال عبستيس يدومر كلا تمشدو ده يفرس كفولستيس صدح سيء هذا ده خريدو قبل يدي جاهلية ده عربات معلقات كي يكوكن يكوكن مركا ده خريدو صدح ده شيء وافتتاحية ده قبل عربات وحوها خمر قو سعادي يا عربي وحي كرنتو أي وعبتو
culimada barba waxay yiraahdaan erayga taajir haddaad maqasho wuxuu ahaan jiray ninka ka baxa mushtariyo khamriga taajir kaloo la lacag ma jirin ninka ka iyo ribada ugu badnaan jiray marka khamriga si caadi ah loo cabi jiray qur'aankii koowaad ee soo dega ma odhanin war khamriga iska daaya lagama hadal wax laga hadlo tawxiidka sanamka caabudistiisa in la joojiyo aakhira inay jirto janna inay jirto naari inay jirto ilaahay keligii in la rumeeyo rususha la raaco baabkaasaa laga hadlayay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa baabtaasu ku bilaaba khamrigana waa la cabayay yaa cabayay saxaabada cabaysay aayadda koowaad ee qur'aan soo degta maxaa la tilmaamay suuradan tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana baa la tilmaamay waxa la kala saaray risqa wanaagsan iyo canabka baa la yidhi waxaa ka dhigataan midhaha waxaa ka samaysataan baa la yidhi ku lagu sakhraamo iyo risq fiican inaanu risqa fiican ku jirin baa la tilmaamay laakiin lama odhanayo waa mamnuuc haddana waxaa soo degay qur'aan la leeyahay وإثمهما أكبر من نفعهما خمرك يا ميسر كي يغمارك دم بقود يا إثم قود أوحو كبدن يهي واحترك كتيرا هذا نوحة سؤال دقي قرآن حديد يا وقت قال لعبي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون خمر دها عبينا يبال ليدي صلاة دها تكرين أيدكم حي صخرة سوحي نغطي خمر قايل لعبة وندى مركا هبين كي مركا عشالة كذا وحي كذا بيا سيساكا أرورتا دوك عضاد قو ميرابي أو كلام مين ميات سلاة دو تكن كرتو إلا سلاة دي كلاو اسكود دو ينا هدا عبتو وادا ولي خمر قوا أبناي سيدا لو عبية أن تصالة دي كسي علي بن أبي طالب أيوه الربين وقرسدين النبي محمد فاطمة نبي عليه الصلاة والسلام إن أنتي سفاطمة هي دون ربي يلو برسله لكن ولا سوه الجرود الدون لما هيستمر كه إن كان إنه أرستنا ودونا يا حالنا ما هيستو ده قال كي بدر ما نعي ده قال كي بدر غنيمة دي لها لي أيو نيف جالها ده بتنو حسين نيف كا جالة هذا أرست كل جت يدوم على أنت أتغشت لكن وحنا ما هيستو ninka la israaciyo dabada u baxayno inay iska soo xaaba xaabaystaan xaaba iyo waxa idkhiriyeynta waxa soo guraan inay suuqa ka iibiyaan oo dabatana waxoogaaga uga soo baxay kale uu ku aroos dhigto wixii markuu soo gurgurtay ayuu yimi intii uu ku maqnaa waxa ayaa saxaaba khamri cabtay khamrigii la cabay meesha ragga cabaya fadhiya waxaa ka mid ah xamse nabi maxamed adeerkii xamse حمزة صخرامي يدو ميشا لصخران سيئي أي هبل هاسين دبتنا واحد كو هاسين كروسكي يبير كما يسوكا يسارتان حمزة صخران سن باكاعي دبتنا هاشي علي هالك جوك تبو بيرت مري أبليه با كروسكي يبير كما يسوسا وحيمي علي بن أبي طالب ورها شايدي محاكو دعي waxaa la yidhi adeerkaabaa birta bariyey nebigu wuu tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo malkaalaydinkii xamsaha uu xaashay idinku sameeyey waa laysa soo raaco hashii baa la arkay siday u eg tahay dabeetana waa la dhaafay meeshii ay bahalka ku cabayeen bay tageen iyagoo sakhraansan markay meeshii u soo galeen xamse cagahoodu eega dabeetana ay shukur u raaciyeen la madaxooda وعلي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ذاتنا وحده وهل أنتم إلا من عبيد أبي إذن كنا ميتين أضامه يا أبه ميان موحك لا هيدا دوان صخرة صن واسك قلت قال سداسة لو عبي يا خبرية إيا دو سداسة وحسود القرآن لما حي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لا سوى إلى هاي لا يمحي فاجتنبوه kadheeraada baa la yidhi waa waktima waa shan iyo toban sannadood kadib shan iyo toban sannadood baa tawxiidkuna joogay khamraduna maxay fasaxahay oo la cabayay shan iyo toban sannadood kadib baa waxaa soo degtay khamrigu waa mamnuuce maxay kadheeraada maxay sameeyeen saxaabadii markaa
waxay yidhaahdaan xadiista barkooda waxay leeyihiin saxaabaha wuxuu leeyahay anigoo ugu shushubaya oo beegaga ay gacanta ku haystaan ayaa dhawaq u yeedha laleeyahay khamra waxaa soo degay qur-aan le maxay khamradu waa mamnuuc way qubeen waa la wada sayda wixii guryo yaallo dhan baa la daadiyey magaaladii madiina togog khamriya furfurmay baa la yidhaahdaa magaaladii oo dhan ba khamrigu dareeray rag baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ilan qadiyadani waxay ahayd nusuusta ha ka soo warrato laakiin weli si shacbiya loo isticmaalayay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisa iyo baanka dee waa laga macmushtarinaya xoolo agoomeed baa ku jira aan u caddaynay baa la yidhi ila waa agoon iyo xoolaheed waad garanaysaa nebigu wuxuu ku yidhi quba ma waa kuwii agoonta quba buu nebigu yidhi dabeetana waa la quba qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo dee annagu dawooyinkaanu walaaqnaa waxoogaa dawooyinaanu samaynaa marka haddee dawooyinka qaar baan looga maarmin oo waxoogaa baanu ku daraa ee intaa noo fasax isagaaba xanuuna buu nebigu yidhi isagaa daa ah ee dawo maaha qolo kale u timo waxay dhahay ilaahay rasuulkiisa iyo annagu dhul qaboobaa baanu degannahayo dee shaqada lama qaban karay waa isku yaro diirinaa waa ku yaro dhufannaa si aanu u kulayshanno isaga jooji wax sababoo kasta oo ay sheegaan wuu diiday nebigu masalada khamriga wax kasta oo la sheego wuu diiday bale wuxuu tilmaamay toban baa malcuunina buu yidhi ka walaaqa ka qaada ka sida ka iibiya ka caba ka qayb wuxoo dhammi waa malcuun buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khamradii way istaagtay hadda askar lama dirin oo guryaha lama baadhin oo boolis meelaha lama dhigin magaalada in khamri soo geliya inaanu soo gelinin mujarad waxaa soo degay maxay khamrigu waa xun yahay ka dheeraada baa soo degtay dabeetana waa laga dheeraado idan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bulshada dhibtii haysatay wuxuu ka bilaabay khamraa jirtay zinaa jirtay boob baa jiray dhac baa jiray kan baa jiray halkaa lagama bilaabin waxaa laga bilaabay war ilaahay rumeeyo cibaadaysto rabbi ku xidhma baa laga bilaabay markay dadku qumanaadeenna waxaa loo sheegay axkaamtii sharciga ahay kaana daaya kaana joojiya kaa yeela dabeetana noloshii mustaqiim bay noqotay nebigu shurda iyo buuliis iyo maxkamada dadka soo xidhxidha uma samaynin noloshii saasay ku hagaagtay yacni mushkila ijtimaaciya ayuu nebigu xalilay oo ah ka mida mashaakilka bini aadamka ugu adag aan qarniga labaatanaad nimaadna haddaba waddanka dunida ugu dhaqaalaa badan ee ugu cilmi badan cilmiga adduunyo ee ugu xoog badan ayaa go'aansaday inuu khamriga joojiyo waa waddanka Maraykan waddanka Maraykan culammadiisii sayniska waxay u arkeen khamrigu inuu poison yahay dabeetana waxa la yidhi khamriga ha la joojiyo saynis yahanadoodii aqoon-yahankoodii wuxoodii oo dhan baa isku raacay waxa la yidhi maxaynu ka yeelaa waxa la yidhi dadweynaha afti ha laga qaado kongreska labadiisa golayaasha guurtigii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo kongreska labadaba ha la mariyo madaxa kongreska saxeexay afti dadweyne la qaado dadweynihii Maraykan wuxuu u batay khamrigu waa poison ahna laga joojiyo waa aqbalay kongreska uu footeeyey waa aqbalay senatoriska la geeyey waa u footeeyeen waa aqbalay dabeetana waxaa la yidhi qadiyada tani waa inay noqotaa mas'alo constitutionka lagu daro federal government qaanuun soo saaro Maraykanku faadariska ama qolada u yaqaaniin aabayaashii ka winay waddankana isu geegeeyey ayaa u dhigay distoorka distoorka Maraykan markaa inta badan wax isbedbedela laguma sameeyo wax yar oo isbedelaaba ku dhaca wagaa waxay qaateen amendmentkii 18aad wax ka bedelkii 18aad baa la sameeyey dabeetana waxaa laga dhigay qadiya distoria oo states ko dhami ay ku wada qasban yihiin inay fuliyaan state-ku markaa xaq uma lahaa inuu ka hadlo golayaasha governorska iyo qoladaas waa federal law buu ku jiraa waa constitutional waa dastuuri ummadda Maraykan way isku raacday waxay yidhaahdeen 1 year chance-na waliba dadka ha la siiyo waa 1919-kii marka qaanuunku soo baxay waxaa la yidhi qaanuunku wuxuu hirgeli doonaa January 1920
جانوري 1920 أي قانون كهير قال دونها أنت عصي نك ورشد لها ورشد دي سواح كلها وسيب بدشوا نك لعج كشرتها كلا الصباح هلا قصي الطباب شايستو جانوري 1920 مركي قاعدة بقى قانون كلا طبقة وده كمريكان وحلا يلسيد دتك بحال كان حمانتي صلاته صه هل قدره وحبر شده لقى بلابد دكسي هوسه إلا جامعة كركلم كوحبر شال قدره خمر جاي يحميس يدي بتوه يقيسه إلا دقو إن عمر كدكسي هوسه بركو كتشر والله دقى يا دكسي دحاد دكسي سرة إلا جامعة بود دقانا يا خمر جا يدي بتيسه دولة أمريكان حق جدي علم جدي أقانتي جدي تكنولوجيا جدي وحيرنا وحلا جلي جرائد كويري كور رمان أقول يهندو كور رمان قانون يهندو كور رمان إيه قولك كستا بلشدا إن لوعي قاليو إن خبر قال لك شوتشيو 1920 بشرع عمر كاهر قال حيس بدلي دتك خبر جيب يدين واي بل ودي واسي صعطي حركة بلا مي واسي صعطي وحب بلا مي ما الله يراه ده بلايند بيكس الخنازير العمياء وأمال السوق مدوه الغصة ما هي خبرة ده وحب الأمي أول خبرة دي هو ردي وابل اللي يجي شرون نوع قاربة هيدا حتى تي خشبك أثالية مثال كلا بدو بين صباحان دتكي وحنا بيلا وحواشا وحكل انت وحسموبا وحبوا صباحان يلا وخمراء وحولي بكو شران وصعطي دولة حفص كي بلوضة نص مليون دد على حرة half a million people أي حبسية دلوة تلابي إجرامات كده عي مريكان ومحكمة دينا يدل قف كبنان كاكو حدا عيرتها لابد بقوله قف بلدي له وإجرام كخبر جيوا حكوا سابسين له دلي لابد بقوله قف أي محكمة دام مريكان دل قادنا ولا لا هي وين لوري لكن دوري طبعا سنة كذب أي دولة دي مريكان دي بشرت وحلي لسعون وممنوع استيام حين صمينا خمرة ما علم عصبة كصباح ما شيء يا مايا خمرة هو خمرة سيدي بويسنوي أقوم يهند وحيلين أقوم تويسي كرودي تلمام صح ما خمرة إما يصير ناقص من لكن 1933 أيا دبلوقة تيجوا أنك يوحلا قبدله أو محل صميه وحلا يري ممنوع استي ويفش الشيء مشكلة دي إنه ربنا إنه دوينا أنا ويكسي بضطي حل كوام حي أنا سكوت قلنا بعيد هذا دبتنا دولة دي مريكانة سرة فدرال جفرمنت يوحي قاضطي ضط كبر إنه ولي ممنوع كي يهدي خمر وعبين تاسو ميليغرام ودي جيسو قاعدة يخبر هذا لقى حلا درا والله ده يكنا دوس خراسان قاعد يمكح عندنا دور حبوا عين كاسا فدرال كلها حلا انتي كلنا استيتس كا وحا ليدي ادو غوغان كا غادا سيد ولو بادو وحا دركتو كيا اما قضيه دي دستوريكا هيدا امدمنت كا لو سميهي وهي نقطه انه فاشي شيء 1933 وحي كدن بي خبره دي بالو فصح فدوري 18 سنه دو ساشن دي ويدين يا وحويا نبي محمد عليه الصلاه والسلام دوري 18 سنه كو جوجيه خمره دوري 18 سنه غدهود ايو بلشو خمري عبا وأنا قون مادي لهين وأن شامع هذا وفرين وأن قال هاي سنين وتجارك وتجاري نسين وأقون تمشى تعلمك الله يجوا خبر جوار كيانو عافمات كواح كتره وأركيانو قبوا كواح كتره وأركيي جيس النما ينو كيانو وأركيي قبيدو دي وحودينو كشرو من تالت تجي يا لي ونوع عيهاي أيو دوي لما تنبل شدة سام مرق ركب حري خبر عبكي وأنكوا قولست طريق مرينا ومحي ما هم ممنوع استكمه الرين وحكوه الرين محي وحك بدل كمان كي عقلي قفك بين آدم كأي محي قلبي سيوح الرميسين ممنوع نبطه وحقف نفتي سك ممنوعه ممنوع ما قانونك وحد سيأكته هاي آه لهذا ودنا ذاك بري ودنا كم ده أي الله بس عدود ليد بختي مقالوا إنك هو وين دوني ده مقال كم ده أي الله يدك دم دبتنا دقي بوب بيقول لك آخر دكان مدي إيه وير هاوسس كي يملي هبالغو قاضي الله يدك وحب حيبه الله ينهدا
iyadoo injineerka TV-ga sita iyo dabiibka la ordayaan malaynaynin dadka qaanuunka iyo booliska ba kale celinayay aqaaidi may celinaynin إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى هي مركو مشاكل كحللي هي مشاكلات أمضها وحو قبلها بالتوحيد توحيدكم مركو الصحمة أي النبي ولبوح كلوك هذه مشكلة دي ومداهي ستي مثلا النبي الله موسى ومدن لحرية وكهضل فرب إسرائيل بحرية نبي الله شعيب قضية الاقتصاد بدن بكهدلي نبي الله لوط قضية دي حماه السمين يين إن بدن بكه هذا أخلاق جها أم بيدو نبتي ويك هذا شيء لكن واحد كه الرجال لجا هذا يي محي توحيد كي إيمان كين لبسه إيمان كمر كور بسم أي مركا واحد نقطة سيدا وقف ضد إن بلشدة وحلوجة بدل كرو أما الدولة دي علم جل هاي العك تلا هاي بوليس كي قانون كهاي ستي حقة تجاوزي خبر جوي شو تنكر جوي فوليس كذا نكية هستاو حقرأي مقال وكذا ورميو خبر جمع علم عصبة على جهلا وما وحبا ساكرني ما يبولي وفشل كون بيت المامس ما منو عشتين فشل لغتي حددنا واحد لنا يوروبيا نورت أمريكا خبر ده وين ممنوعين وين إسكسي داية واختي هذا بدن بالسكعبة لكن دروغة اللي يبقى ممنوعة حد ترنتي أبا الصعدة دروغة ده إن لو تاجل أيه وأنا يفسح دونا إمك قبل هذا قارك ودوا الله فصحي تهذا فضود بالله فصحي تالس كده ويا بالله فصحي تبرايفت كله استعمال يقف وجرجي سكوس بس أنا يا بالله فصحي ودنا هذا قارك ود استب با استب ويا صوص عطا وقت النوم بدرك دون تيضة مريوانة ضيوا وحدة ما أي فسحيين لو ران دونون انت كبدا ما عبي كرتيديا انت صاد عبي كرتادو وهي حل وما هي بن ادم قصب با وحكو مرسينيا يدو ما صعوته قصب با وحكو مرسينيا ما صعوته هذا مو حين لان هاي مشاكل كا بن ادم كا وهلو حللا وحلا يا بينا ترى هذا لا بد عصري بك على نوعها ولا بد عصري كيف يقوم تبضنتي كيف نقالوا بدني كيف جامعاتكم بدني كيف اعلامكم بدني كيف منتل مسكح ده بني ادم كان مانيبيليشن لو سميه الراي العام ان لا كونه يمكن الراي العام هو واحد سميه كيف فدود يحي waxay heedin la yiraahdo asrigan ba waxa soo dhame fududaayeen asriga hore waxa soo dhame adkaayeen laakiin tusaale yar saddexaad oo kooban aan tilmaamo asriga kan waxa jira wadanka mareykanka dad madaw ba degan ninka caadi dad qoraayada qaarkood ay ku tilmaamaan 100 milyan ku dhadhow afrikada madow waa la raray sida xoolaha loo raray dadka la raray inta ugu badan ee muslim ay ahaayeen inta la raray ay galbeedka la geeyay sayladaha waa weyn ee dunida ku kala iibsadeen intoodii ugu badnayd ilaa sida harga loo rari jiray dhexda ku sii baxti jiray kuwa xoogan uba xagga sare ka daadaga jiray kuwa xagga ka daadaga waa la tumay waladan maanta xuquuqul insaanka inoo sheegatay waxa kani xad bay gaarsiisay ninka madow qoraalku uu dambi maxkamadda lagu taagay waxbuu qoraa hadii la yiraahdo maxkamadda la taagi jiray qof bini aadam oo leeyahay waxbuu qoraa dambi ku ah waa muslimiinta si loo ilowsiiyo waxay aqoon lahaayeen oo dhan waxbuu qoraa hebel dambi bay ahay dadka waa la gumaaday qaarkood 1905 baan filayaa inay ahayd maxaa la yidhaahdaa New York Museum-ka ku yaalla dadkay koonga ka qaadeen koonga waxa degan dadka bigmiska qayb ka mid ah dadkan gaagaaban yar gobollo qabaila baa dega intay qaar halkaa ka qaadeen bay yidhaahdeen waa qofkii daayeerka ka yimaan weliba soo gaarin museum-ka lagu daawanayo qof bini aadam meel ku jira oo yaro gaaban oo la leeyahay waa daayir soo koraya buu ahaa oo hadda is soo bedelay waxay doonayaan inay sheegi jireen anyhow dadkii sidaa loo galay ee la tumay akhiran ahlay xurbati laakiin noloshay ka baxeen noloshi gibigeed baa laga saaray iyana markii dambe waxay noqdeen mujrimiinta dunida ugu ijiraan badan gangis dad wax dilaa
وخمر عبه أو وحبوبه أو بروبلمونه هل حريه لكن وحي نرشي كلي بي بابئية دبتنا الدولة مريكا شال البال لقبو حي لقوق بري لقوق بري لقوق بري شالك وحبيب الدليوة ماركو صواب حابو شقد أهلك كبل عبيه شال شلفتو دي بمال أمني يدق وكون على هذا نقوم هاي قول اسكت دي ليا ولا اسكت كف سنة يا وعكس تلا سمين يا دبتنا الدولة ده وحي اسكت داي دتك مركي دم ب بروبلم كودي مركي يتعوي داي ريس الله حيصه وردت كان دقة كنيج نبالي بروجكت اسمه الدولة ده بحسه جامعة للسيئي ديمها للسيئي عدو البول الجدي جامعة ده يوحى كم حلي يوحى علم بارسك وصبي سان دت كان نظام كودا اجتماعي سوسيولوجي كودا سايكولوجي كودا كان 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 دراسة هالو قصة ما يودت كان بين هذا مكان لو صدره مشاريع بضم بالو قاطع سكن هالسيئ دول هالو ندرس سكول هالو فرو وحبرشة هالو صبي تشالشة rehabilitation diba loogu sameey bire wax allaaliya wixii la tijaabiyo dhama way fashileen way shaqay waayeen gangiski qaar kamid uu baba islaamay gangiski qaar kamid ayaa islaamay dabatan islaamnimadii bay kula noqdeen xabsiga gangiski weynabay wax ka bedeleen waxa soo baxay dadkii ugu khatarsana oo ugu muslimsan نمان ويسيسان يو اسكتو كان يو عدنا لبعد دوك ويدريدو بقى قد كتاغي ايام الكي ويسادة برتين بلاية دبك بحي توحيد كان بدلي نمان كان تاريخ بدن بيليين وباب كان قصابسان لكن ان كوبر انا ديت المامو نمان كرة صوماليات وجامعات كامريكا كبحي و بي اتش دي هولدر رسير جابو جامعات كاها غيب تبايرها هي وحاسوكاها جريدة دوين مريكا كان في الهي هي علم قبايرها إديتريس كتضبط هي أبو كم إذا هبا الرجينية دابا تنا ما ننتي سصبت ديا حدا أيو تشيل لنو اسكو عدي تشري تشيل جامعة دولو ماشا تشيل كا وحكو تشيل جوفرنايل مريكا كو مركو تتكن مدو لو تاقواي مع كو يرير بالحرا شيل الباتشيرا جوفر مايل كلو كحده شريه تبنشر اللي حيت تبنشره كوان سديد يتبقى قارين قارون كقبنا يعني شيل القارة لو كحده شيرا شيل كوا سو تجي ويش كوعدي برد با إسلامي كوي الرأي إسلامي بان نقضي تدفي عن قلنا دي شيل كوا حيد هذا ورني كان يدك كوا حبوا كبدل هي بل وروعدي قال نو بدي بهي قال يوم ماشي سفي عن وادي أني كان ريسيرشر كي بي اتش دي هولدر كي صوماليا وانا صوماليا ماركي دمبه استيت كان نيويورك با وحي يداهدين نيكا كاني وحبو كبدلي كريا نولشان شيلاش يي غانغس كان ماركا وحا لو سو بوردغي شقا اه شقا دا جامعه دا انو كاتوغو استيت كان انو شقايو واعد شيل انو نوقدو لاكتانا لاكا في عرب او دغنتين لا سينايو ikii Soomaaliyeed uu joojiyay shaqadii jaamacadda hadda 20 sano uu dambeeyay ma filayo oo dhowr iyo 90 baa la kulmay deew bari dhawayna argaysan ku kulanay dhowr iyo 20 sanadood uu hadda ka yahay baa filayaa waa cid jeel u yahay waxa loo qaatay isbeddelku ka sameeyay maxay xabsiga dadka ku jira idan waxaan leenahay nolosha maanta joogta ee dawladda Mareykanka cilmigeed iyo aqoonteed iyo lacagteed intay ku bixisay ay u taagwayday ee nooc kasta ay u adeegsato bini'aadam loo adeegsan karo oo isbeddel ka sameyn kari wayday ayaa waxa isbeddel ka sameeyay maxay nin la ilaaha illallah sheegay hatta aanu takhasuskiisa ahayn takhasuskiisu cilmiga beeraha laakiin tawxiid sheegaya oo la ilaaha illallah dadka u sheegaya oo diin baraya يا اسبدل كسمي كان كيس ان جامعه بسو قال ما لها نو اخر دام بان فيليا مالكم اكس لو رجري مالكم اكس مخوها وكان كان كيس كي وينا كميدا اسبدل كان تو سمي امه وخ كبدلي بل كعدونه سمينيه دراديد لو دلي حلا انا مرك هذا ربطه ان انحراف كنتك سومالد وحي دادان ميلل دوشي لما دايو هذا ميللكا نبركا حاجة سرعة ومبغ بغير هذا دا دا يدو أنتو يربك سدا وبو هذا نهدو محي دي مصاد الله عيا وهنا دمشا قنت كسر نظيف سا
isbedelka islaamku uu rabaa waa maxay? Waa inuu nolosha gunta ka nadiifiyo. Haddii gunta laga soo nadiifiyo, waxa kaloo dhanna isbedelka waa lagu samayn karayaa. Isbedelka lagu samaynayana isbedel fudud buu ahaanayaa. Sida daraaddeed ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa waxa laaliya taariikhda bini aadamka inxiraafaadkii soo dhacay in lalahaa. كو لقى بلابي اعبدوا الله ما لكم من اله غير حتى عرورت عرور بينو تاغلان سوما قران كو حت الماميا من لا يراد لقمان الحكيم لقمان الحكيم الهي وحو قران كو شغي نكا حكمه لسيي حكيم ينوها نكا حكمه لسيي قران كو حكمه دي سيو دن وحو ينوغا سو نقليي علم او دلاي سيدو ولا دقمي ilma uu dhalay soo ula dhaqmay ilmaha uu dhalay markuu wuxu sheegayay xaq uu uga bilaabo wayd qala luqman libnihi wa huwa ya'idu ya bunay la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim wuxuu uga bilaabay ya bunay war wil yarahayiyo la tushrik billah qadiyatu tawhid ilahi hu ash-shiriki yali markaas wuxuu u sababeeyay sababta aan loo shirik yeelin waxay tahay in shirka la dhulmun cadiib cadaalad la galo ilaahay loo cadaalad sameeyaa oo fiican waad xaqi sawq irtade dhulmi la galana ilaahay oo dhulmidaaba u faalxun waa inaad u shirik yeesho ilaahay ku abuuray ku arsaaqay kawnkan leh inaad tirada cid kale la caabudayo walow naftaadana ha noqotee hawadaadana ha noqotee sida daraaddeed ayuu hal xibba waxaan leenahay لا إله إلا الله مهمة إلهي وحوي دتك إنه حلقة يا بيني وفهمسين آخر إنه وحتر كطي ها نبوي يا تاس آخر وحتر بيكت لكن وحنا قالوا له إنه وحي وحتر كطي دوني دنا يلتشونا دوني دنا يلتشونا به وحتر كطي وحنا لنا وحي وحتر كطي وينو بهن هاي أقويها كين وحدونا تخصص كاجع علمي جها هذا أقويها كوينو فهمه meesha problemku asalka waa laga bilaabay inay halkan tahay waxa kale aad samayso dhami waa dabdamis yani mushaakil ku iska tira baday malihin mushaakilka ayaan laga hadlin ama ayaan wax laga qabanin laakiin waxa rumaysantay mushaakilka kale aad qabanayso dhami waa dabdamis balorta dabkan si bakhti kana si bakhti laakiin weena gunta ka tosha Soomaaliya waxay tiraahdaa haani gunba ka tolanta أنت قمت يرى هو صامر كهرة لا طالع كدبا كر لا صعدا يساتن لا طالع إنسانك قلب جيسي عقل جيسي وحق لو كطلبة هرو مرك بين آدمك وح عقل جي بين آدمك قالوا كبل أما إسبد الكستوب بين آدمك كون نعى إسقو كبل أما ده بدك كم بل أما إسبد الكستوب بين آدم كون نعى إسقو كبل أما waxaan leenahay isbedel bini aadam lagu sameeyana waxa ugu weyn isbedelka uu soo diray ilaaha og bashar kare isagoo abuuray alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ilaahay ma wuxuu rabaa nolosha adduunta inuu ku kadeedano inaynu aakhira jannada galno maya diintani waxay u soo degtay noloshan aynu joognay inay salaaxiso tadamana inay salaaxiso adduunka inaynu liibaano aakhirana inaynu liibaano توحيدك هو تركو إن النفط هذا مطمئن نقطه ألا بذكر الله تطمئن القلوب نريد ما أنت أن يكون الله هاي عن فلا يا ودنا ذا قاركود حبضوا أنت يدشوا حكبضا أنت يوز دله ودنا بضا ده قال الله ضدك كجرد أنت ودنا حكبضا أنت إسكدشة inta istisha markay tira badatay dunida wadanada waaweyn qaar badan oo kamid ah luguma qoro jaraa'idka beejka dambe ee tacsida jaraa'idada reer galbeedku inta badan beejka dambe oo dhan oo beejka tira badan baa waxa ku qoran tacsida dadka dhintay oo la tacsiyeenayo kuwaas waa mamnuuc luguma daro waayo waa problem la rabo in la aaso oo aan la rabin dadku inuu ogaado yaa isdila dayartu ismadisho طبقات السراء وقبضان يمد الخلاص تدك استيلاء رجل بيتك وحا وقبضان تدك هنتي دانا لي لعك دانا لي مد الخلاص كي انجنير رضا الطبادة السياسيين تدك ووي تدك وحا كواسا وقت ربضان لي
dadkan kaadixinta iyagu shilinka raadinaya shilin raadiskaaba nafta kaga baxday marka inta badan iyagu problemka isdilka ma soo gaadhaan dadka ugu badan ee isdila waa dadkii noloshan wax ku haystay xalna looma hayo ma umalaynaysa dowladda qaarkood inay markii mushkiladda xal u waayeen ee baarlamaankoodu shiray dabeetana waxay yidhaahdeen si xal loogu helo balaan ogaano daraasaha laga sameeyo dadku muxuu isu dilaa si daraasa looga sameeyo ilaa qofkii gurigiisinbuu isku ciijinayaa loogaan maayo dowladdu ha samayso meel la ysku dilo dabeetana dadku markay yimaadaan interview ha laga qaado oo foomam ha laga buuxiyo qofka maxaad isu dilaysaa maxaad u dhimanaysaa waa kaa kadibna ha lagu caawiyo sida u fudud ee laysu dilo taasoo qaab baa laysu dili karaa dad kaa marta waa dhimanaysaa waa dowladaha waaweyn dowlad ka mid ah waay u samaysay si cilmi baadhis loo sameeyo ayaa dowladdu meesha tan u furtay dadka isdilaya meesha yimaada sababtuu isu dilaya wixii baa laga qorayo problemku dareemayo waa kan iyo wuxuu xal u arko waa la isku daya haddii la qancin karo in la qanciyo laakiin waddankiiba kuyuubu meeshii u galay dowladdii dabeetana amar bay soo saartay warar la xidho dadkan wixii dhimanaya iska dhintaan yacni mushkiladan xal loo hayn maay jirin idan dunida maanta mushkilaad baa jira aan TV-gu ka hadal oo jaraa'idku ka hadal oo waxani ka hadal oo mashaakil xaqiiqiyo bulshada adduunka haysata ah oo cilmi baadhisyadii la sameeyey xal ay la'yihin waxay dhahdaan caalam alislaami baa ugu yar dadka isdila maca mashaakilkiisa oo dhan maa kulli almashaakil ka jira qofku inuu isagu nafta iska qaado waa dadka ugu tiradayan waxaan leenahay tawxiidka iyo iimaanku noloshan dhibteedu xal u yahay noloshan dhibteedoo dhan buu xal u yahay waxaan leenahay waa fure u baahan hadduu rogmo ardiyada kale markaa way fududday dadka in socially politically economically waxaad doonto sheeg isbeddel kasta oo kaloo lagu sameeyaa si fudud baad markaa ugu samayn karaysaa si fudud ayaad u samayn karaysaa hadduuse asalkaasi dunsan yahay waa wax tiro badan leh marka darsigeega caawa wuxuu ku saabsan yahay waar adduunkan kadeedkiisa nabiyullaahi yuunus markuu godka markuu bahalku liqay ee badda hoosteeda galay muxuu ku dhawaaqay fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ila anta subxaanak ini kuntu min aldaalimiin ilaahay muxuu yidhi markaa faistajabna lahu wanajaynaahu min alghami wakadalika nunji lmu'miniin baa ilaahay yidhi waa ka aqballay baa ilaahay yidhi baryadiisii laa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ahayd waxaana ilaahay leyay wakadalika nunji lmu'miniin saasaan u badbaadinaa dadka mu'miniinta bale nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyay war hadday dhibtu idinku badato adkaato ducada saxiixaynka ku soo aroortay buu nabigu leeyay akhriya ah maxay laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabbu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabbu alsamaawaati warabbu alardi warabbu alcarshi alkariim war ducada akhrista buu nabigu leeyay waka qadiyatu tawxiid yacni mashaakil kastoo ina haysta waxaa laynagu celinayaa inaynu maxay tawxiidka dareenno qofku markuu tawxiidsado waxaa mamnuuc noqdo maxay dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo maxay iyo sharaftidiisaba inkastoo soomaalida iyo qaar badan oo muslimka maanta ka midi isagoo laa ilaaha ila allah le daaya isagoo sujuudaya ay kow kaga siiyaan waxaana laleeyahay hadduu qofku tawxiidsado waxaa mamnuuc noqdo maxay idan ayuha laxiba faahfaahinta qur-aan iyo xadiid ba iyadoo badan bay ku taallaa anigu waxaan raba caawa inaan idiin sheega waa kelimadda qura waxa weeyaan wixii problem taariikhiya qur-aanku inooga warramay dunida soo maray ilaahay wuxuu yidhi waxaa ka bilowdaan ambiyadii loo soo diray halkaa ka bilaaba dabeetana mashaakilka waa sixi karaysa waxaan leenahay markaa innaguna mashaakilkeenna ina haysta wuxuu doonaha ku saabsanaado mashaakilkeenna ina haysta mashaakil badan baa ina haysta mid qabiila ina haysta mid dhaqaala ina haysta mid siyaasadeed baa ina haysta mid bulsheed baa ina haysta mashaakil tiro badan ayaa ina haysta oo dhammaantood daraasad iyo cilmi baadhis iyo aqoon u baahan laakiin waxaan leenahay isbeddelka aynu ka rabnaa waynu bays u ahaadaa tawxiidka iyo dadka in diinta lagu soo celiyo saa ogeed waxaan leenahay dadka raba inay wax islaaxiyaan aqoonyahan ha ahaadaan siyaasiyiin ha ahaadaan cidday doonaan ha ahaadaan war halka ka bilaaba waxaa fududaanaya goolkiina inay hore u gaadhaan waxaan leenahay xataa hadduu jiro
ifatool haday jirto wadooyin badan oo wax lagu saxaa tani waa wadada u gaaban baan leenahay hadaa bay jirto hatta wadooyin badan oo mashaakilaadka jira wax laga saxi karo inta doonaba hal leekaade tani waa wadada ugu gaaban waayo waa wadadii keentay dadkii dunida ugu aqoon yaraa meeshii ugu abaarsanay deganaa ugu dhib badnaa inta dowlad aan lahayn taariikh dowladeednimo aan lahayn taariikh falsafiya cilmi aan lahayn saxaaraha carbeed ku noolaa inta la bedelo inay waqti aan 50 gaadhaynin xadaarada ugu weyn dunida ay ka dhisaan saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana alxadaara alislaamiya la sheegaa waa bayska u rasmiga ay ku dhisnayd wax kasto ay soo saarto dambe 1000 bay dowla luula dunida ka ahaayeen laakiin 1000 waxaa la wado dhami baysku ku dhismay ee xadaarada tan dhisay waa tay saxaabadu u dhigeen hadday bini aadamnimatay hadday dhaqantay hadday diintay hadday akhlaaqtay hadday xataa qaab loo dagaalamatay dagaal akhlaaq ku salaysan bay keeneen xataa idan waxaan leenahay soomaali maanta xornimo waxay sheeganaysaa maxay dee 70 malaa maxaa ka dhiman wax yar saxanka maaha 70 sannadood kadib nebi maxamed dunida muslimku halkay maraysay inana 70 sannadood intaynu wadnay ayaynu nidhi bergii koowaad dimuqraadiyaddaynu tijaabinayna walaasaa nidhi wartan waa lagu goblamay waxba laguma hayo waayo 1968 foodkii ugu dambeeyey waxay yidhahdaan soomaalidu 82 xisbi bay ku gashay doorashada reer waliba xisbi yaroo hoosu lahaa haddana 82-kii markay xamar isugu tageen 122-na hal xisbay ku beeraan nin quray mucaarad lahaayeen cabdirasaaq oo quray mucaarad ahaa inta kalena sol bay ku gashay waa lagu soo baxayay uun mabaadi'ii ma jirin markii dambena waxa la yidhi xisbiga dowladda lacagta haya xaggaa la wada gala waa la soo wada waxa la yidhi kaasi socon waa inqilaab baa dhacay shuuciyad baynu qaadanay muddaa la waday waxaynu idhi talinaynaa fic weydi oo maxayna anfacaya jabhado waa jabhadayni wixii horeba waa burburini waxba wala dhisiga oo maxayna anfacaya reero wada suldaan baynu samayno reer baynu dabada gelinay maca aqoonyahanku reer buu dabada geliyey qabiil baynu ku wadnay waxa laanlaan ka yeedhaya wadankao dhan baynu samaynay waxba ina anfici waaye waxba ma hayno yacni qabaail tijaabinay oo dimuqraadiya tijaabinay oo shuuciya tijaabinay oo jabhadnimo tijaabinay oo dhulgoosinimo tijaabinay oo gobollo yaryar eegnay waxba isbedel ma jiro idan waxaan leenahay war weli gawaan baynu qodaynaa gawaan baynu weli qodaynaa haddaynu rabnay inaynu isbedel dhaba samayno 70 sannadood dunida baynu qayb qaban lahayn maaha xoog baynu ku qaban lahayn aqoon baynu qaban lahayn dunidaynu isbedel ka samayn karna 70 years waa waqti dad ay xad gaadhaan 70 years waa waqti 3 jiil ugu yaraan ay isbedeli karaan laakiin maxaa innaga qura maaha caalamul islaami sidii loo gumaystay caqligii gumaysigaa wali shaqaynaya caqligii gumaysiga caalamul islaami jooga marna xagga shuuciyadu buu cararay marna xagga dimuqraadiyaddu buu cararay marna xagga reernimadu buu kusoo noqonayay intaa unbaa caalamul islaami oo dhammi waday welina ay wadaan dadka badhba waxay odhanayaan cadowgaa ina helay oo cadowgaa ina weligeedba dunida cadow waa jooga ka waraadaa tiraahda kubad baan cayaarinaa oo tiimamka baan rabnaa inuu la baratanno oo laga soo badiyo maalin walba tiraahdo tiimamkaasa xarfaane marnoo baneeya anagunaanu goolasha dhalinay caqliga cadowga ka warrama oo saas oo kale dee meeshu waa lucba dunidu ay cayaarisa nin welibana maslaxadiisu watay ma adigu waxaad sugaysay inta lagu banayo inaad gool ka soo dhalayso that's nonsense weeyaan waa waxaan jirin tiimkaaga intaad dhisato waa inaad isku daydaa maxay inaad gool kara ka dhalin karto aadna aan lagaa dhalanin that's caqliga rasmigii waa kaa inaad adigu difaacaaga xoojiso aanu ku marin cadowga hujubkaaga inaad xoojiso adigu aad gool dhaliso laakiin qolada kale maxay u xoog badnaatay war maaha de war maaha idan cadow baa ina haysta iyo gaala inagu tiro badatay iyo waa la isugu keen yeedhay waxaas war maaha waxaas war maaha carruurta iyo dumarkaa lagu sheekeeya waxaas war maaha warka dhabtahay waxa weeyaan haddaynu inagu isbeddel rabnana dunidu weligeed bay loolankaa ku jiray halkaynu joogno ka hooseeya ayaa dunidu soo martay
كهوسيه سو مرت لكن رك باو هلغمو كسو ساراي جروب كي ننعاوي هور فديا دنين عرال لبا قف بان اركا بانو فلينيا انتينا كلا مدحين ومدو إذن إذن كأدتي إسبدل كان أمور الهي سمين لها لكن وحين لأن هاي يولكو يو إذا كغلدمي ضل يردو إنت بدن قبقب تاكو بدن يغنى ومركا دافر بوغ أخرى دمار نبادو عرطا قبقب تاين دا ديسان تريدو تاريخ ما إلا دا تاريخ دا دراسية وماشي إلهي يا رسول كسو وحكا صحين ملك في عن سوهي لما يسيدي go that way وحبينو صحي كرينا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.